كرمني ومراتك. وخلفت برضو مراتي قالت لي روح ما تخافش عليا وما تخافش على حمزه وما تخافش على اي حد وروح انا عايزين ميداليه روح انا عايزك تروح الاولمبياد ما شاء الله عليك بصراحه ورحت معسكر وسبت ابني بعد مثلا بعد الميلاد بحوالي 20 يوم فلا انا مراتي عايز اشكرها جدا جدا هنتكلم بص هخليك تشكر شخص شخص فيهم تمام فتبص بقى للكاميرا وتاخدهم واحد واحد تمام. عشان الشكر عندك كتير بصراحه طبعا لا فيعني خليني انا هسيب لك الهوا وتكلم زي ما انت عايز انا الوالد اول حاجه انا نفسي اشكر والدي جدا جدا ونفسي اعمل له حاجه تفرحه نفسي اخليه فخور دايما والدتي نفسي اعوض والدتي على التعب والمجهود والاذى اللي انا نفسي اللي انا اذيته لهم عمرك ما اذيتهم نفسي ما تزعلش مني بقى انا بكلم بصراحه انا اقول لك انا كنت بشوف وقت الوقف والدي ووالدتي بيضحكوا في وشي بس من ورا هم تعبانين طبعا اكيد انا معاك فكان ده بالنسبه لي انا اذيهم وانا مش حابب ده دايما حابب اشوف الفرحه على وشهم حابب اشكر طبعا اختي طبعا طبعا هجيب مراتك في الاخر وحمزه معلش تمام. خلينا في اختك اللي انت برضه خدت سبورت طبعا اختي انا بشكرها جدا جدا وقفت معايا في الاوقات اللي انا كنت فعلا محتاج ان حد يقف في ظهري كانت اخت واخ ما لعبتش لا لا هي ما لعبتش دعوه بالرياضه ما لهاش دعوه بالرياضه خالص. هي كانت اخت واخ في نفس هي بتشجع ايهاب عبد الرحمن بس بالظبط هي ما تعرفش حاجه في الرياضه غير ايهاب عبد الرحمن اللي هو لازم يبقى كويس ما شاء الله عليك الزوجة بقى الزوجة طبعا هي بتعمل لك الاكل والشرب خلي بالك برضو لازم تظبط فعلا انا تعبها كتير معايا جدا 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 بس فعلا والله يعني انا مش عارف اقول لها ايه غير يعني ربنا يخليها لي ويحفظها لي يا رب ربنا يبارك لك فيها هي وحمزه واهلي كلهم يا رب يا رب وحابب برضو اشكر النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره كلهم بلا استثناء عشان ما انساش حد خالص الجهاز عندنا كابتن ياسر داوود كابتن محمد نجيب مدربي اللي دايما تعبان معايا صحابي كلهم بلا استثناء اللي وقفوا في ظهري واللي دايما كانوا مقتنعين بيا الشكر بقى ده بالنسبه لي هو مش شخص هي شركه قولي وانا موقوف مقتنعين بقى عبد الرحمن كابتن شركه روابط وطبعا معهم الراعي بتاعي البنك الاهلي اشكرهم جدا واشكر معالي الوزير دكتور اشرف صبحي واشكر اللجنه الاولمبيه باشمهندس هشام وانا بشكر حضرتك ان حضرتك دايما سبورت ليا من اول ما رجعت وقبل ما ارجع ومن ايام النادي الاهلي من وانا كنت صغير انت عارف ايهاب يعني انت عندي ايه أنا نفسي اشوفك بصراحه ولابس ميداليه اولمبيه ان شاء الله انا واثق تماما انا في حاجه عايز افكر حضرتك بيها لو حضرتك تفتكر زمان لما كنا في النادي الاهلي كان الامن بيجي يخرجنا عشان بعد الساعه 12 ممنوع وكان في ضلمه حضرتك كنت بتقول لا خليهم يتمرنوا صح حضرتك تفتكر فاكر كويس جدا فانا بشكر حضرتك جدا لولا حضرتك ان حضرتك في ظهري في الوقت ده وانا صغير انا كان زماني ممكن اكون بطلت دلوقتي فيا رب ربنا يقدرني واقدر اعمل حاجه كويسه هفرحنا افرح حاجة. صدقوني بجد والله ايهاب عبد الرحمن الثلاث دقائق دول حاجه من القلب حاجه بيطلعها انا سبته يتكلم لان فعلا دي حاجه من قلبه لاسرته اللي هي ساعدته وزوجته وابنه والوزاره والنادي الاهلي وكل الناس واحنا كلنا امل في ايهاب عبد الرحمن ان هو وجه رسائل ليهم لكن احنا كمان معانا رسائل من جماهير الاهلي لايهاب عبد الرحمن خلينا نشوفها معاكم وترجعوا لنا مره ثانيه.